كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن أول نشرة اقتصادية لهذا الأسبوع. أعلنت المندوبية السامية لتخطيط اليوم ارتفاع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 10.2% مقابل 9.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وزاد عدد العاطلين في المغرب خلال الفترة نفسها بمقدار 114 ألف عاطلة إلى حوالي 191.1 مليون عاطل. في موضوع آخر، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو اليوم إنه سيتم في القريب العاجل الإعلان رسميا عن مخطط النهوض بالصادرات يوجد حاليا قيد التداول مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية. وأوضح عبو خلال افتتاح ملتقى أكادير الجهوي للتصدير دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أن هذا المخطط الذي سيتم الإعلان عنه قريبا يقوم على 3 محاور، هي التصدير والواردات والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي. تواصل شركة اتصالات المغرب تعزيز مكانتها الرائدة داخل سوق الاتصالات الإفريقية، وذلك عبر شراء حصة من أعمال شركة الاتصالات الإماراتية بإفريقيا. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم أن مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات وقعت اتفاقية مع أتلانتيك تيليكوم واتصالات بنين الدولية المحدودة واتصالات المغرب على بيع حصتها في العمليات القائمة في كل من بنين والجمهورية إفريقيا الوسطى والجابون وساحل العاج والنيجر والثوغو بقيمة 650 مليون دولار أمريكية. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية. أغلقت بورصة دار البيضاء جلسة الاثنين على وقع الارتفاع، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة على 0.14% بمجموع 7753.3 نقاط، ومؤشر مازي أنهى الجلسة ب 0.19% بمجموع 9502.32 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سهم تسليف حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 9%، ليرتفع سعر السهم إلى 41 درهم. في المركز الثاني حل سهم إكدوم والذي تحسن بما نسبته 5.95%، لينتعش سعر السهم ب 1780 درهم. وفي المقابل تصدر سهم نيكسونس مع قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 6%، ليتراجع سعر السهم إلى 163 درهم. في المركز الثاني حل سهم SME بانخفاض نسبته ناقص 4.27%، ليتراجع سعر سهم إلى 3521 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.